ولمواكبة هذا الاستحقاق نربط الاتصال بموفدين الموزعين على مختلف جهات المملكة، حيث سيكونون معنا خلال هذه الأمسية الانتخابية لمدنا بأهم مستجدات الانتخابات التشريعية. إذن نبدأ بالمجموعة الأولى لموفدينا، ومعنا كل من النعمة العينين من العيون، فاتحة أعلي من وجدة، كوثر حمومي من الدار البيضاء، عبد المولى بوخريس من طنجة. والآن نبدأ بموفدنا إلى مدينة العيون نعمة العينين. نعم نعمة العينين، أهلا وسهلا صفية، مساء الخير. إذن نريد أن نعرف منك في هذه اللحظات آخر المعطيات والمعلومات المتعلقة بنسبة المشاركة بجهة العيون. كما هو معهود نسبة المشاركة بالأقاليم الجنوبية تكون مرتفعة جدا، وهذا ما سجل ظاهرة اليوم وكذلك بعد الزوال. الملاحظ يعني هو على أن هنالك مشاركة كثيفة وخصوصا للجانب النسوي، مما يعني على أن النساء بالمناطق الجنوبية بعد اندماجهم في العمل الجمعوي الآن يندمجون في العمل السياسي. يعني كثافة الإقبال على صناديق الاقتراع وانتخاب المرشحين لها دلالات عدة، منها اندماج ساكن الأقاليم الجنوبية في بناء الوطن وبناء حكومة جديدة من أجل تلبية يعني طلباتهم كالتعليم والصحة والتشغيل، التي رأينا يعني وجدنا مجموعة من الأشخاص يؤكدون على أنهم يحتاجون شخصا مناسب لذلك من أجل أن تكون يعني يمثلهم أحسن تمثيل في البرلمان، وكذلك من أجل أن تنكب الحكومة المقبلة على دراسة متطلباتهم. أعود إلى جانب التصويت، يعني في صباح اليوم كانت نسبة التصويت ضعيفة لكنها مرتفعة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة. بعد الظهر أو بعد صلاة يوم الجمعة كان إقبال كبير جدا على كل المكاتب التي قمنا بزيارتها منذ الساعة الثانية إلى حدود هذه الدقيقة، ونحن الآن نتواجد بمكتب أو مركز المسيرة الخضراء وهو دار الشباب المسيرة الخضراء، يعرف كذلك إقبال كبير للنساء والرجال والشيوخ الذين يرافقونهم يعني بعض الأبناء أو شيء من هذا القبيل. كما قلت هنالك مكاتب مخصصة لمتابعة نعم ومن الأشخاص خلفك من أجل نعم النعمة العينين عملية ولوجهم يعني إلى مكاتب. نعم من خلفك يبدو أن هناك يعني مركز مجهز بكرسي متحرك وكذلك علامات لذوي الاحتياجات الخاصة، هل يعني تم احترام عملية تسهيل الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بالضبط الزميلة صفية، لم يعني نأخذ هذا الباك جراوند يعني بشكل اعتباطي، بل هو مقصود لنبرز على أن هنالك اهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. كل المراكز هنالك تسهيلات من أجل ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة أو نعم. النساء الكبار في السن يعني نعم. أو الأشخاص الكبار في السن نعم. بالإضافة إلى أنه هنالك مجموعة من الأشخاص. نعم شكرا لك النعمة العينين على كل هذه التوضيحات. موفدنا بجهة العيون، وننتقل مباشرة إلى وجدة وموفدة ميدي أن تي في فاتحة أعلي. مساء الخير فاتحة. مساء الخير صفية. إذن نريد أن نعلم منك كما تبعنا بالجهة الجنوبية، نريد أن نعرف معطيات جديدة خاصة بالتصويت في الجهة الشرقية. صفية العملية الانتخابية تسير بسلاسة وفي هدوء تام هنا في وجدة. انتقلنا إلى مكتب آخر للتصويت، نحن الآن نتواجد بالثانوية، ثانوية الوحدة الإعدادية والتي تقع وسط مدينة طنجة عاصمة جهة الشرق. صفية وكما توقعنا صباحا ازدادت وتيرة إقبال الناخبين على مكاتب التصويت فور فراغ المصلين من صلاة الجمعة، وعينا عن كتب عملية وسير عملية التصويت في هذه المكاتب تحت إشراف رؤساء المكاتب وأعضاء المكاتب كذلك، وممثلين عن هيئات سياسية، عن بعض الهيئات السياسية أيضا. في بعض المكاتب تواجد ملاحظون انتخابيون يمثلون هيئات حقوقية. المواطنون الوجديون ممن صوتوا اليوم صفية وهم رجال ونساء على اختلاف أعمارهم وفئاتهم قاموا بممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يرونه قادرا ومؤهلا لرفع تحديات المرحلة المقبلة في جهة الشرق التي تتواجد
تتوفر على مؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وهامة جدا. أذكر أن الجهة تتوفر على قطاعات منتجة منها القطاع الفلاحي وكذلك القطاع الصناعي والقطاع الطاقي، دون أن ننسى قطاع السياحة والذي ازدهر في السنوات الأخيرة في جهة الشرق وقام بدفع عجلة تنمية اقتصاديا واجتماعيا. نعم. هذا لا يعني أن الجهة لا تتوفر أو لا تعاني من بعض المشاكل صفية. هناك نعم. ارتفاع لنسبة البطالة تصل إلى 17.9%، كذلك تفشي الفقر في 10% من الساكنة، وهذه تحديات ورهانات. نعم. سيرفعها المواطنون الذين صوتوا اليوم في وجه ممثليهم في الخمس سنوات المقبلة في البرلمان. شكرا لك مفادتنا إلى وجدة فاتحة وعلي. سننتقل إلى الدار البيضاء لرصد أجواء وعملية التصويت في العاصمة الاقتصادية، وتنضم إلينا من هناك مفادتنا كوثر حمومي. كوثر، مساء الخير. مساء الخير صفية، ومساء الخير لضيوفك الكرام. إذن نريد أن نعلم منك على غرار الجهات الأخرى، كيف تمر العملية الانتخابية لحد الآن في العاصمة الاقتصادية؟ نعم صفية، فعملية التصويت ما تزال مستمرة هنا، يعني بجهة الدار البيضاء استطاعت على غرار باقي جهات المملكة. نحن نتواجد الآن بإعدادية المسجد بمقاطعة أنفا. العملية الانتخابية تسير بشكل سلس وفي ظروف جد عادية. لاحظنا يعني تزايد لأعداد الناخبين بالمقارنة مع الفترة الصباحية التي شهدت فتورا، إلا أنه يعني وابتداء من الساعة 12 بدأت أعداد الناخبين تتزايد، خصوصا بعد صلاة الظهر. كما يتوقع أن ترتفع يعني نسبة المشاركة أيضا بعد انتهاء دوامات الموظفين. بالنسبة للناخبين البيضاويين صفية، فهم ينتمون لمختلف الفئات العمرية، شبابا وشيوخا. كما لاحظنا أيضا الملاحظة التي كانت طاغية هنا بمكاتب البيضاء هو الحضور الوازن للناخبة، المرأة الناخبة، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. الذين سمح لهم بمرافقة شخص من ال... نعم. نعم. شكرا نعم لك كوثر حمومي، مفادتنا إلى مدينة الدار البيضاء. وننتقل إلى طنجة، ودائما في إطار مواكبتنا لعملية الاقتراع على الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، معنا مفادنا عبد المولى بوخريس. مساء الخير عبد المولى. مساء الخير صفية. إذن في طنجة، ما هي آخر المستجدات لديك بخصوص سير العملية الانتخابية؟ نعم صفية، لا أرقام رسمية إلى حدود ساعة بخصوص يعني نسبة المشاركة، لكن الأكيد هو أن النسبة ستكون على ما أظن مرتفعة بالنسبة لهذه الانتخابات مقارنة بانتخابات 2011، والدليل هو الإقبال الكبير الذي كان على صناديق الاقتراع في الفترة الصباحية، والذي تضاعف فيما بعد صلاة الجمعة. فالعديد من المواطنين توجهوا مباشرة من صلاة الجمعة إلى مكاتب الاقتراع، أو كذلك من مكاتبهم أو من مقرات عملهم إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما سيجعل أظن في الساعات المقبلة النسبة تتضاعف إلى أن تتجاوز ربما 40% التي كانت في الانتخابات التشريعية السابقة. أما فيما يخص السير العادي للعملية الانتخابية، فنحن هنا في أحد مكاتب التصويت بثانوية مولاي رشيد بمدينة طنجة. الأجواء تمر بسلاسة، والمواطنون يمارسون حقهم الدستوري بكل حرية، و يجدون أناسا في استقبالهم وكذلك في توجيههم إلى مكاتب التصويت. أعود وأذكر ببعض الأرقام فقط، فبخصوص دائرة طنجة أصيلة، فهي ستكون ممثلة بخمس مقاعد برلمانية في البرلمان، وعلى مستوى الجهة هناك ثمانية دوائر إلى جانب طنجة أصيلة. هناك دائرة تطوان، وهناك دائرة الحسيمة، التي دائرة تطوان ستكون ممثلة بخمس مقاعد كذلك، دائرة الحسيمة بأربع مقاعد، ودائرة العرايش ستكون ممثلة بأربع مقاعد. أما بالنسبة لدائرة الفنيدق المضيق فستكون ممثلة بمقعدين، ونفس الشيء بالنسبة لدائرة الفحص أنجرة. أما بالنسبة لشفشاون فهي ممثلة بأربع مقاعد، ووزان ثلاث مقاعد.
شكرا لك مفادنا من طنجة عبد المولى بوخريس، شكرا لك على كل هذه المعطيات. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا ومواكبتنا الشاملة والخاصة للعملية الانتخابية متواصلة على مدار الساعة.